فكره البدلاء. يعني احنا عندنا، انا ببص كده للدكه البدلاء كابتن جمال، لقيت ما شاء الله اسماء يعني قويه جدا، يعني ابو جبل، محمود علاء المسلوسي، محمود عبد العزيز، اوباما، اسلام جابر، ايمن حفني، وناجم عمر السعيد. بتتكلم في دكه بدلاء يعني قويه جدا. عندك 3 لعيبة. ازاي مستر كارتيرون يقدر يستغل البدلاء حسب النتيجه من وجهه نظرك؟ يعني عندك 3 لعيبة راجعين من المنتخبات، اللي هو ابو جبل ومحمود علاء منتخب مصر، مسلوسي مسلوسي، منتخب تونس. ايوه ف بالظبط. لا لعيبة مهمة يعني. عندك بره ونجم لعيب كبير جدا يقدر يغير النتيجة، عمر السعيد نفس القصة. عندك اوباما اعتقد ان هو من الهدافين المباريات الزمالك والاسماعيلي. عندك ايمن حفني لو في جزء من المباراة ممكن اقول لك يغير معلومه على الشكل. ايمن حفني. ايمن حفني في الناحيه البدنيه يا كابتن احمد في التدريبات نمره واحد، ما شاء الله، طب يعني انا نتمنى مش بهزر، نمره واحد فعلا. نتمنى يعني هو نشوفه يعني. بتفوق على طارق حامد وعلى زيزو وعلى الناس اللي هم ما شاء الله. ايمن حفني في التدريبات في خديجة القياسات، عاملة زي الباك رايت بتاعي. والله يا كابتن احمد في القياسات صح، بكلمك بقى، في القياسات فعلا افضل واحد. طيب طيب يعني ايمن حفني نتمنى والله ان احنا نشوفه يعني. صح يا كابتن؟ يا سلام. يعني نتمنى ان احنا نشوف ايمن حفني. يعني حاجه مطلب، مطلب جماهيري، وهو طبعا واتحط النهارده في البدلاء اهو، طبعا من اللعيبه المهمه وبعدين جدا. بتقول حاجه مهمه جدا، ايه؟ بتقول من الناحيه البدنيه. والله يا كابتن، طيب يعني ما عندوش مشكله. اكتر يعني مثلا انت في التدريب يا كابتن جمال بيعملوا البولر ده اللي هو القياسات، الراجل اللي بيعمل القياسات احمد شعبان اللي هو المترجم بتاع، والدكتور اسامه معايا. تمام. ايمن حفني من 6 ل 7 كيلو في التدريب، طارق حامد 6 الى شويه، زيزو 6 الى شويه، ايمن حفني تفوق عليه. طيب يعني دي في حاجه يعني ناحيه كميه الجري ازاي يعني؟ هو لا انا مش، انا مش مصدقها، بس قلت له جاي جري من لا يا كابتن ما هو ده. لا والله بكلمه بجد، انا سالت فيها اصلي ولقيت ان ايمن حفني اكتر واحد فعلا في التدريبات بيجري. يعني لا يعني هو لائق بدنيا. طيب يبقى عايزين غبار عليه. لا مفيش فنيا الكلام ده، لو لو جبته من البيت. انا جبته من البيت، فاكر انت ماتش الاهلي جبته من البيت قعد اسبوع، اسبوع في ما بيتمرنش، جبته لعب نص ساعه. كابتن محمود بكر الله يرحمه قال لك، قال فيه يعني مش عايز اقول لك، قال فيه اشعار. ما هي فنيا نص ساعه لعب فنيا ما فيش اختلاف طبعا، انما بدنيا اكيد لو هو قوي زي ما حضرتك بتقول كده اعتقد ان احنا لازم نشوفه يعني. لازم يلعب. يعني لازم ياخد فرصه. صح. ان احنا نشوف ايمن حفني، ولازم الفرقه نفسها تستفاد منه. لانه انت عندك مشكله في دي يا جماعه. يعني عندك بالظبط، عندك لما اوباما ما بيبقاش موجود بيبقى في عندك مشكله. انت لسه مصطفى فتحي، انت لسه بتشوف مصطفى فتحي. لو لعبوا الاثنين مع بعض دي حاجه يعني. انا يعني معلش يعني اتفضل، يمكن كان لينا مآخذ على بعض اللاعبين في مباراه الاهلي. اللي اسمه ايمن حفني ده ما بيخافش من اي مباراه. يعني تحس الجرأه اللي فيه هو ومصطفى فتحي يلعبوا ضد اي حد. دي يا جماعه ميزه قويه جدا جدا في لاعب كره القدم، لازم استغلها، لازم استغلها يعني. فالمعلومه اللي انت قلتها دي انا كنت، انا كنت بقول ان هو يعني بدنيا وحش. بدنيا طبعا. لا والله يا كابتن، انما طالما بدنيا اصل ده انا واخدها من الراجل اللي بيعمل القياسات. طيب يعني ما يعني ايمن نفسه كمان يبقى مفيش مشكله. يبقى انت عايز يعني عايز، طب ما هو زي ما قال كابتن طب انت عايز ايه؟ طيب هو دخل الفرقه، دخل الفرقه بدليل هو دخل فعلا. ماشي، يا ريت كمان بقى يلعب، يلعب بقى لان يعني ده مفيد. ده بقول لك من اللعيبه اللي عندها جراه، تعرفش رايح فين، غير طبيعي جراه، ما بيهموش، واخد بالك ازاي؟ ده لازم استفيد منه. ساعات بنفتقد اللعيب في المباريات الكبيره بالذات. طبعا اللعيب اللي هو لازم عايز يعني تدي له الكوره وانت مش قلقان، بس زي ايمن حفني، زي مصطفى فتحي، طبعا زي شيكابالا، لعيب تدي له الكوره تحت ضغط وانت مش قلقان، لان انت عارف او متاكد ان هو هيتصرف فيها، يا اما هياخد فاول يا اما هيعدي من الراجل. يعني زي ما قال كابتن احمد، اللعيب دايما اللي دي برضو وجهه نظر، ان اللعيب اللي دايما بياخد الكوره ويروح للمدافع خلاص ده قليل. صحيح، خلاص مش متواجد. اللي هو بيعمل عكس فكرك انت كمشاهد وعكس المنافس، مش اللعب الطبيعي التقليد. أيوة، ياخد الكره من هنا العبها هنا، واخد الكره العبها. في لعيبه كويسه بصراحه، انتوا الثلاثه كنتوا بتعملوا حاجات غير عاديه في الملعب. لا هي دي يعني، لا جمال ولا احمد عيد ولا كابتن احمد تاخد كانوا بيعملوا عكس المهاجمين، المدافعين اللي بيلعبوا عليهم بشكل كبير جدا. تاخد الكره تروح للمدافع. بالظبط بالظبط. اللعيب اللي بياخد الكره ويروح بالعرض ده، لا ده ويرجع لورا بيهرب، ممكن يكون بصير كويس، ممكن يكون بيأدي بيجري مش عارف. انما اللعيب اللي تلاقيه رايح تمام للمدافع ده، هو ده لعيب الكورة.